دكتور عبد الباقي، إذا دعنا بداية أسمع تعليقك ربما ورأيك بهذا اللقاء الذي التأم في عدن، لقاء تشاور الانتقالي خرج أيضا بميثاق تضمن العديد من النقاط عفوا، ما هي قراءتك بداية؟ أولا نحن أمام مرحلة جديدة، يعني هناك مراحل استراتيجية، يعني مراحل تكتيكية وخطوات داخل استراتيجية تفضي إلى فك الارتباط. كما تعلمين أن نحن بعد أيام سنحتفل بعيد، يعني في واحدة اليمن، وسنلاحظ هنا شهر مايو، في 4 مايو 2017 تم إعلان عدن التاريخي. نحن الآن في 4 مايو 2023 نتحدث عن تشكيل يعني اللقاء التشاوري. في 11 مايو 2017 تم تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهنا هذه يعني مرتبط بما يسمى القطع مع أي احتفال أو اتساق داخل صيرورة الوحدة الوطنية، أو القطع مع أي احتفالات رسمية للسلطة الشرعية أو شعبية. وبالتالي هناك تحول كبير في يعني هناك رسم مرحلة جديدة. هذه المرحلة تتأسس على أننا نتحدث الآن عن احتكار تمثيل المناطق الجنوبية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بمعنى أنه الآن سيتحدثون عن المجلس الانتقالي الجنوبي وشركائه، باعتبار أن بقية المكونات هذه التي لا تمتلك أجنحة عسكرية ولا تمتلك المال ولا تمتلك القدرات القوية حتما ستكون مجرد تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ثم هناك أيضا، بس فكرة أكملها ثم ندخل في النقاش، تفضل. هناك تحول كان للمجلس الانتقالي مجلس جمعية وطنية وهي بمثابة سلطة تشريعية، تم الآن تأسيس مجلس استشاري، وبالتالي أصبحت هذا المجلس صفته استشارية، أي أن القرار محتكر لدى رئيس المجلس ولدى من يدير هذا المجلس. عبارة هناك تحول، هنا أصبح القرار محتكر أيضا لدى فئة محدودة. عنصر آخر أيضا في غاية الأهمية هو أن هناك تهيئة للممثلي المجلس الانتقالي أو المناطق الجنوبية في الحكومة والمحافظين المحافظات، بحيث أن هؤلاء يعني يمثلون المجلس الانتقالي ويديرون الشان العام اليمني، وبالتالي الشان العام في المناطق الجنوبية. وهذا يعني عمليا أن هنالك يعني إدارة الشؤون المجتمع في المناطق الجنوبية من قبل المجلس الانتقالي، رغم أنهم في حكومة الجمهورية اليمنية. نعم. نقطة أخيرة تعبر عن ما يسمى بانفصام شخصية سياسية. لأول مرة يعني نتحدث عن ويصدر بالجريدة الرسمية للمجلس الانتقالي، لا توجد جريدة رسمية لأي كيانات سياسية، هناك جريدة رسمية للدولة. صحيح. التي تنشر فيها القرارات، وبالتالي هنا نلاحظ هل هذا نوع من يعني انعدام الخبرة، أو أن هنالك تخبط أو التحرك باعتبارهم دولة عندهم مجلة رسمية لا علاقة لها بالمجلة الرسمية للجمهورية اليمنية.